أعزائي في الختام من جبل الزيتون اللي بتطل على البلدة القديمة. في أسفل الجبل إحنا مش بعيد كتير عن بستان جتسماني، معصرة زيت. طبعاً ألقي القبض على يسوع في هذا البستان حتى يقدموا للمحاكمة الدينية ثم المحاكمة أمام بيلاطس. طبعاً شيء عجيب وصعب الإنسان يستوعب المراحل الآلام اللي مر فيها الرب يسوع المسيح. وأنا واقف على هذا الجبل وبتأمل في الآلام والجراحات والعذابات اللي مر فيها يسوع المسيح، بتساءل لي هل كل هذا من أجلي؟ أحبائي، محبة المسيح محبة فريدة، محبة عجيبة، محبة مضحية متفانية. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي، لكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. فعلا من أورشليم القدس، من جبل الزيتون، بصلي أن الرب يفتح العينين والذهن حتى نستوعب هذه المحبة الفائقة المعرفة، محبة يسوع المسيح، ونختبر خلاص اليوم في حياتنا. في الحلقة القادمة من سلسلة الأسبوع الذي غير التاريخ، سنكتشف معاً الأماكن الأصلية حيث صلب يسوع المسيح.